السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هدى أبو العنين من قناة مختصون في التبريد المنزلي. فكرة عمل التايمر الإلكتروني بيشتغل إزاي؟ أي اللي بيشغله بالظبط؟ بيشتغل عن طريق حساس ولا مش حساس؟ طبعا مفيش له أي حساس خالص. نتكلم مع بعضنا على حاجات مهمة داخله، ازاي بيشتغل وايه العوامل اللي بتشغله، ايه الحاجة اللي بتحكم فيه، والوقت ده بيتحكم ازاي، عن طريق اي وقت بالظبط. هنفهم عنه كل حاجة بإذن الله. عشان نشوف التايمر العادي بيشتغل ازاي، بيشتغل عن طريق محول، عن طريق ملف داخله. الملف ده بيشتغل، بيوصل له كهرباء، يبدأ يلف تروز داخلي. التروس ديت معموله بسنات معينه بوقت معين، اللي هي تشتغل مثلا 4 ساعات، 5 ساعات، 6 ساعات، وتعطينا وقت تاني اللي هو الوقت مثلا ربع ساعه، تلت ساعه، 10 دقائق، 20 دقيقه، حسب ما هو مصممه بزمن محدد. ده مصمم اللي هو بيلف عن طريق كهرباء، بيتشغل ملف، الملف بيشغل تروس معينه، التروس بسنات معينه، كل سنه لها وقت معين، ويبدا يتحكم في الوقت بتاعنا ويبدا يشتغل شغل الطبيعي بتاعه، اللي هو هيدخل سخانات، هيدخل كباس، كل حاجة لها وقت محسوبة 100%. اللي بيتحكم ساعات بيتحكم فيه عن طريق السيرمو ديسك والسيرمو فيوز. ده مش شغلتنا دلوقتي، احنا اتكلمنا عنه كتير، ولكن اللي يهمنا ازيد هو التايمر الالكتروني. التايمر الالكتروني هيكون بالشكل ده، هيكون بالشكل ده داخلي يا جماعة من جوه. اتكلمت عنه قبل كده في فيديو قبل كده، هسيبه لكم في الوصف او اخر الفيديو هتلاقوه. بالشكل ده بيشتغل ازاي؟ ايه اللي بيشغله؟ هنتكلم عنه باذن الله. ده الشكل العلبه بتاعته، ده بيتوصل زي اي تايمر 1-3 اتكلمت عنه، هسيب لكم الفيديو بتاعه اول ما تيجي علامه الاي فوق هتشوفوه، الفيديو اللي اتكلمت عنه قبل كده وازاي ندخله سخانات وازاي نتحكم فيه في السخانات وازاي ندخل كباسات اتكلمت عنه، ولكن النهارده انا هشرح لان الموضوع ناس اتكلموا بيه ليه بيشتغل بدون حساس. معروف دايما عندنا ان الكارتة بتاعتنا بتشتغل وبتشتغل عن طريق حساس. الحساس نفسه هو اللي بيدي اوامر الكارتة عن طريق البولت. البولت بيطلع عن طريق المقاومة بتاعتها بتنزل، فيبدا يعطي لي هنا اشارات معينة للكارتة عشان الكارتة تدخل سخانات، تفصل كباس، تفصل السخانات، تشغل كباس عن طريق المقاومات اللي بتتغير عن طريق الحساس بتاعها اللي هو من نوعية الان تي سي. يبدا يتحكم في البروده ويبدا يتحكم في السخانات، امتى تخش سخانات، امتى تفصل سخانات، امتى الكباس يشتغل، امتى الكباس يفصل عن طريق الحساس. ولكن دلوقتي الموضوع بتاعنا اختلف، اللي مفيش في التايمر الالكتروني مفيش فيه حساس. التايمر الالكتروني مفيش فيه حساس. طب هيشتغل ازاي؟ هيعطي وقت ازاي؟ احنا لو بصينا هو متكون من الفرده ديت، الوحده ديت بتخش كهربا، الوسطانية بعض الكهرباء، هيعطي مرة كباس ومرة سخانات. ده تايمر 1-3 عادي يا جماعة. لو بصينا هنلاقي متكون من مكثفات وراليه واوفرلود، قصدي انا اسف، راليه وشوية مقاومات والمقاومة التلات خمسات. السرعة كله في المقاومة في الاي سي التلات خمسات ده يا جماعة، الاي سي التلات خمسات ده هو السرعة فيه كله. هو ده بيكون عبارة أولي 3 خمسات الأول، لأنه متكون من 3 مقاومات، كل مقاومة فيها رقم معين، من مكونة من 5 كيلو أوم. ولكن ده مش شغلتنا، وأنا مش متخصص إلكترونات عشان أشرح الرالي ده والأي سي ده. هو بيسموه أصلا تايمر أو بيسموه رالي زي ما بيسموه بتوع الإلكترونيات. أنا جاي بس أوصل الفكرة، هو ده بيشتغل إزاي بدون حساس. ده بيشتغل عن طريق النبضات أو عن طريق الكهرباء اللي وصلاله، متوصل بطريقه معينه، متوصل معاه شويه مكثفات، شويه مقومات معينه، بحيث اول ما توصل عنده الكهرباء في منه نوعيه اللي هي تشتغل مثلا بوقت محدد بيحددوه من الداخل عن طريق توصيله معينه، ربط اطراف معينه. هو عباره عن 8 اطراف. لو وصل الاطراف بتاعته بشكل معين هيشتغل بشكل معين، طب لو غير توصيله الاطراف بتاعته بشكل ثاني هيشتغل بشكل ثاني، طب لو غير توصيله الاطراف بتاعته بشكل ثالث هيشتغل بشكل ثالث. قال وهو اول ما يجي يشتغل بيشتغل مثلا معانا لمدة ثانية أو عدة ساعات زي ما أنت هو هيحددها معانا، وبعدين يفصل بعضك زي ما أنت عاوزه يفصل. ده نوعية من ضمن الشغل بتاعه. في نوعية تانية اللي هو بيشتغل يدوي،
لما انا هتك عليه او المفتاح بتاعه هتك عليه هيشتغل معايا وقت معين، مثلا 10 دقايق، ربع ساعه، ساعه، 2، 5، 6، مش هيفصل الا لما انا اتك عليه تاني، هيبدا يفصل معايا ويشتغل معاه ويتنه فاصل للوقت اللي انا سايبه فيه، ربع ساعه، ساعه، 2، 5، 6، وابدا اتك تاني التكه التالته بتاعتي، هيبدا يشتغل وقت لا نهايه انا اللي بحدده بنفسي بايديا. يعني لو سبته شغال المده اللي انا عاوزه يشتغل فيها هيشتغل معايا المده الطويله، لو سبته مش شغال فصلته وسبته فاصل هيفضل معايا الفاصله. اذا عندي اكتر من وقت انا بتحكم فيه عن طريق توصيله معينه من داخل ايصاهات ومن داخل مقاومات معينه ومن داخل راليهات معينه داخل هنا، يبدا يشتغل معايا الجهاز زي ما انا عاوز اتحكم فيه. في نوعيه تانيه، في توصيله تانيه لو اتوصل يشتغل بزمن محدد، انا مثلا احدده مثلا هو يشتغل له مثلا 5 6 ساعات ويفصل مثلا لمده ساعه او نص ساعه، ربع ساعه او تلت ساعه، وابدا ان انا يرجع يشتغل تاني اوتوماتيك لمده 5 6 ساعات ويفصل حسب الوقت اللي انا حددته، او العكس ممكن يشتغل لمده كل ربع ساعه ولا ساعه ولا ثلاثه ويفصل ممكن لمده 5 6 ساعات حسب الوقت اللي انا محدده حسب التوصيله بتاعته. ده الراليه الالكتروني الشكل بتاعه اتكلمت عنه فيديو قبل كده، لو بصينا للشكل بتاعه جيد جدا، انا هسيب لكم في الوصف وهسيب لكم الفيديو القديم في الوصف وهصوره لكم صورتين حلوين وهسيبه في قلب الفيديو عشان تشوفوه. يتكون من مقاومات، قدامكم المقاومات اهي. طبعا اتكلمت على المفتاح ده، ده اللي بيدخل سخانات ويفصل سخانات ويدخل كباس ويفصل كباس، اتكلمت عنه هتشوفوه في الفيديو الثاني. نرجع ونعيد تاني الشرح بتاعنا يا جماعه. المتحكم الرئيسي في التايمر الالكتروني، سيبكم من الاشكال ايا كان الشكل بتاعه، شكل كبير وشكل صغير، مجموعه الكترونيه صغيره كبيره، حسب المواصفات هو بيشتغل بمواصفات معينه، المهم الفكره تكون عندك كفني واصله ازاي. الثروه كله في الاي سي الخمس خمسات، هو اللي متحكم فيه، هو اللي بيخليه يشتغل، هو اللي بيخليه يفصل. لو بحثتوا على النت عشان تعرفوا طريقه شغل الاي سي الخمس خمسات هتلاقوها موجوده، اي فني ينهض يبحث او يقدر يبحث على النت يوصل لها بكل سهوله باذن الله سبحانه وتعالى. الموضوع سهل. لو بصينا للتايمر ده، هو نفسه التايمر ده، ده يختلف اللي ده الكتروني بيتحكم عن طريق مقاومات، ده اختلاف اللي ده بيشتغل يدوي بايديا انا بتحكم فيه. ده معمول برضك بزمن محدد، ده ايضا معمول بزمن محدد يا جماعه، هم محددينه من داخل التوصيله بتاعته الداخليه، محددينه من تركيبه المقاومات اللي قدامكم، ما هم محددينه حسب ما انا قلت لكم وشرحت لكم في الوصف. في اكتر من طريقه اللي هم يحددوا فيها، يشتغل بوقت طويل، يشتغل بوقت قصير، يشتغل بايدي ويفصل بايديا، في اكتر من توصيله هم عاملينها، في اكتر من طريقه هم موصلينها. اتمنى ان يكون الفيديو وصل لكم بشكل بسيط، بشكل مبسط تفهموه باسرع وقت ممكن. انا اتمنى ان تكون المعلومه اللي بقولها تكون واصله لكم من قلب لقلب. تحياتي لكم جميعا، كان معاكم ابو العنين من قناه مختصون في التبادل المنزلي التايمر الالكتروني. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.